الحديث عن التطورات في غزة مع ارتكاب الاحتلال 12 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية، معنا من بيروت عبر سكايب الناشط في حقوق الإنسان والمحامي بالقانون الدولي الأستاذ طارق شندب، وأيضا من بروكسل عبر سكايب منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية السيد أحمد فراسيني. أستاذ أحمد فراسيني، مرحبا بك. مسؤول أمريكي يتحدث أن التوصل لاتفاق جديد بشأن الأسرى أو المحتجزين الإسرائيليين، أن هذا الأمر قد يحتاج إلى أسابيع، ولكن ما مدى خطورة يعني استمرار هذه السياسة، سياسة مجلس الحرب الإسرائيلي، السياسة التي يتبعها والتي يتفق عليها ولو بشكل جزئي على استمرار هذه الحرب؟ كان الاحتلال يريد كسب الوقت منذ اليوم الأول، حاول كسب الوقت من أجل ارتكاب أكبر كم ممكن من الجرائم، وما قاله عن هدف أو ما أعلنه من هدف تحرير الرهائن كان هدفا، يعني المرجو منه ليس فقط تحرير الرهائن أنفسهم، وإنما استخدم هذه الرهائن كشماعة من أجل أن يقوم بتنفيذ مخططات كانت موضوع أصلا منذ قبل 7 أكتوبر. ولذلك يعني كما كنا نعلم بأن الاحتلال كان مصرا على حصار غزة منذ أكثر من 17 عاما، كان يقتل الفلسطيني، كان يهجر الفلسطيني، كان وكان وكان وما زال، وأتته الفرصة. أنا وهنا أقول أن يعني هو يحاول الاستثمار بكل شيء من أجل فعل كل شيء، واليوم يحاول الاحتلال طبعا تمديد هذه المهل ويرى بهذه من ناحية، ومن ناحية أخرى هو يراهن على يعني إنجاز معين بعملية ما ربما يتم التخطيط لها، وهناك طبعا الضغوطات التي تمارس على المقاومة الفلسطينية. وقت هو يعني كلما رأى أن هناك ضغوط تمارس عليه يستطيع التفلت منها. فمثلا على المستوى الأمريكي نلاحظ، وإن كانت هناك بعض يعني المناكفات والنقاشات، لأنه وبالتالي بالنتيجة الأمريكيون يدعمون دولة الاحتلال بكل الإمكانيات الممكنة. الأوروبيون يغطونه سياسيا والبريطانيون يغطونه. فيعني ما الثمن الذي يدفعه الاحتلال اليوم؟ هنا المعادلة، يعني هو يدفع ثمنا ما، ولكن هل هذا الثمن يجعله مثلا أن يتنازل عن قتل الفلسطيني والتذبيح والمجازر كل يوم؟ نعم، ولعل أبرز الإنجازات التي حققها الكيان الصهيوني أو إسرائيل خلال حربها هي قصف المدنيين ربما مثلما يصف البعض. أستاذ طارق شندب، مرحبا بك معنا. ماذا تعني الشكاوى الجنائية من قبل الادعاء السويسري ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ خلال مشاركته بالمنتدى العالمي الاقتصادي في دافوس؟ هذه دعاوى مهمة جدا، وتؤكد أنه لا يمكن للمجرمين أن يفلتوا من العقاب إذا ذهبوا إلى دول يوجد فيها قانون وتحترم نفسها كدولة سويسرا. مجموعة من القانونيين والجمعيات والأفراد تقدموا بدعاوى أمام المدعي العام الفيدرالي سواء في بازل أو في زوريخ أو في جنيف لملاحقة الرئيس الإسرائيلي عن جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها هو وجنوده في غزة خلال 3 أشهر الماضية. يدرس الآن مكتب الادعاء العام مع وزارة الخارجية السويسرية هذه الدعاوى، والأمور تتعلق بشكلية الحصانة التي تمتع بها، وهل هذه الحصانة التي تمتع بها الرئيس الإسرائيلي كرئيس دولة تمنع توقيفه ومحاكمته أم لا؟ المهم في الموضوع أن هذا التحرك الدولي الجديد يأتي في ظل عجز حتى هذه اللحظة محكمة الجنايات الدولية التي هي صاحبة الاختصاص الأساسي في الملاحقة. ولكن القانون السويسري كبعض القوانين في الدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى يعطي الصلاحية الإقليمية العالمية لملاحقة كبار المجرمين عن الجرائم التي يرتكبونها مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة. وهذه خطوة مهمة تؤكد أن المجتمع الغربي والمجتمع الدولي بأكثريته هو ضد هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة، وأن المجتمع الدولي والشعوب والجمعيات والأحرار في العالم
لن يألو جهدا في محاكمة هذا الرئيس وأركان نظامه وضباطه وعساكره الذين يرتكبون هذه الجرائم، ولكن بالانتظار هل القانون السويسري سوف يكون جادا؟ أعتقد القانون السويسري هو جاد، ولكن تبقى مسألة أن يصدر أن الآن الليلة يعكف المدعي العام الفيدرالي السويسري على دراسة الملف لاتخاذ القرار المناسب، ولكن هذا يؤشر إلى جو عام في أوروبا وفي كثير من العالم أن إسرائيل لم تعد تلك الدولة التي كانت تبخ السم في الإعلام الغربي على أنها دولة ديمقراطية، أو أنها دولة تريد أن تحافظ على القيم والأخلاق، أو أنها دولة تريد أن تعيش بسلام في الشرق الأوسط، بل هي مجرد دولة قاتلة مجرمة من رئيسها إلى آخر جندي بجنودها. وهذا الأمر مهم. سوف أعود إليك مرة أخرى أستاذ أحمد فراسيني، بالعودة إليك مرة أخرى، ما هو المطلوب الآن من الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد أن يعني بعد قرار برلمانه الأخير، برلمان الاتحاد الأوروبي دعم محكمة العدل الدولية، ما هو المطلوب؟ ما هي الخطوة اللاحقة من الاتحاد الأوروبي من المفترض؟ لا يكون هناك لغط، قرار البرلمان الأوروبي بالأمس كان سيئا جدا وجدا، إذ أننا إذا أعطيت قليل من الوقت من أجل ذلك، هذا القرار أولا اشترط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن، اعتمد على الخلفية القرار أو التصويت في هذا البرلمان الأوروبي، أعطى بعض المعطيات المغلوطة والغير مؤكدة، وتحدث واعتمد بهذه المعطيات على إدانة قبل أن يدخل بالتوصيات، أدان المقاومة الفلسطينية وجرمها وجرم الفلسطينيين ويعني وأعطى كل المعطيات المزيفة والاعتداءات الجنسية وقطع رؤوس الأطفال إلى ما ذلك، ولذلك وبالتالي توصل إلى قضية منها التوصية بدعم المحكمة العدل الدولية، ولكن بشرط أن تدخل أو تضاف بعض النقاط من خلال جنوب أفريقيا، أو ضغط الاتحاد الأوروبي على جنوب أفريقيا من أجل إدخال بند محاكمة المقاومين الفلسطينيين على ارتكاب جرائم حرب. ومن هذه النقاط هو يتحدث أيضا عن الصواريخ العشوائية التي أدت إلى إصابة آلاف الفلسطينيين. ونحن هنا طبعا نقول، اليوم كتبنا نحن برسالة من المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية لأعضاء البرلمان، ولكن أيضا هناك من يتساءل أستاذ أحمد، يعني لماذا لم يغير إلى حد الآن ولو بالجزء الأكبر، لم يغير الاتحاد الأوروبي من رأيه ولا زال يعتمد على الكثير من هذه الإشاعات وهذه الروايات المنقوصة التي مصدرها الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني كما اعتمد بتصويته الأول في 19، كما قلنا بالبيان، في 19 من أكتوبر على الفيك نيوز، على الأخبار المضللة، وبنى عليها موقفا سياسيا أدى إلى مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين، وحاول التغطية التشريعية على هذا الموقف، ووجده في البرلمان الأوروبي من الأغلبية عمليا المؤيدة لدولة الاحتلال من الليبراليين والمسيحيين والأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى، وهؤلاء يشكلوا أغلبية في البرلمان. وهناك لوبي صهيوني يقوم بدور يعني مهول في البرلمان وفي أروقة السياسيين الأوروبيين. وهناك أيضا النقطة الثانية للإجابة على سؤالك مباشرة، النقطة الثانية هي قضية اللاسامية، وأنه يعني الشيمفول، هذا العار الذي يصيب الأوروبيين جراء ما ارتكبوه بحق اليهود، وكأنه على الفلسطيني أن يدفع ثمن جرائمهم هم بحق الإسرائيليين. طيب سيد أحمد، ابقى معي لو سمحت، سوف أعود إليك مرة أخرى. نتحدث أيضا في إطار هذه المحكمة، محكمة العدل الدولية، البعض يسميها الكونية، ولكن هي العدل الدولية التي هي موجودة في هذه الدنيا. يا ترى من وجهة نظرك أستاذ طارق، ما مدى أهميتها الآن، وخاصة بعد الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا؟ هل لا زال هناك صدى يمكن التعويل عليه؟ يعني أولا، مجرد المرافعات التي أدلى بها فريق جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، والذي أظهر للعالم همجية هذا الكيان وهذه الدولة والجرائم التي ارتكبها أمام أكبر أو أعلى مرجع قانوني دولي،
هو بحد ذاته رسالة مهمة للمجتمع الدولي وللعالم الذي كان ينظر بعين واحدة والذي كان يدعم الكيان الصهيوني في جرائمه طوال 70 أو 75 سنة. الآن أعتقد الوضع تغير وإن كان جزئياً، هناك أصوات دولية، دول تتحرك، وكنت أتمنى أن يكون هناك تحرك من الدول العربية والدول الإسلامية التي هي طرف أساسي في هذه المعاهدات التي تعطيها الصلاحية للجوء إلى محكمة العدل الدولية. ولكن بغض النظر، في مطلق الأحوال هذه الدعوة مهمة جدا، بنت على أساس واقعي وحقيقي وقانوني صلب، الأدلة والقرائن صلبة جدا، لا يمكن لأحد أن ينكرها، وكان واضحا للمراقبين القانونيين ضعف الفريق القانوني الآخر الأي الذي يمثل دولة إسرائيل بسبب عدم استطاعته أن يغطي تلك الجرائم. ولكن الذي دعا لعب دور أساسي جدا في هذا الموضوع هو الإعلام الذي وثق الكثير من الجرائم، والذي كذلك أعطى الصورة الحقيقية لما تتكلمه إسرائيل. أن جنوب أفريقيا كانت في المقدمة وكانت السباقة وكانت في البداية، ولكن نريد أن نعرف أيضا يعني ما مدى أهمية أو قيمة الشكاوى التي تقدمت بها كل من إندونيسيا وتشيلي والمكسيك لدى الجنائية الدولية توازيا مع جنوب أفريقيا. نعم، تختلف محكمة الجنايات الدولية عن محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية هي تنظر في الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الدول أو الاتفاقيات التي صادقت عليها الدول ومن بينها إسرائيل، والتي تقوم بخرقها كاتفاقية منع التعذيب أو اتفاقية عدم ارتكاب جرائم حرب أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي الاتفاقية التي خالفتها إسرائيل بل نسفتها نسفا أساسيا. وبين الجنايات الدولية، الجنايات الدولية هي محكمة الجنايات الدولية التي تؤسس بموجب نظام روما، والذي تعطي الصلاحية لقضاتها بمحاكمات جنائية وإصدار أحكام بالحبس على المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهذا تحرك مهم جدا. لا أعرف إلى متى ينتظر مدعي عام الجنائية الدولية، هل ينتظر أن يموت كل الفلسطينيين ليتحرك؟ هناك صلاحية مطلقة لمدعي عام الجنائية الدولية للتحرك في ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، أكثر من 60,000 شهيد، قصف المستشفيات، دلائل واضحة، قصف للمدارس، قصف للمساجد والكنائس. لا أعرف إلى متى يمكن لمكتب الادعاء العام التابع للجنائية الدولية السكوت بدل مباشرة، ولكن تحرك هذه الدول باتجاه الجنائية الدولية هو تحرك مهم، تحرك قانوني ضاغط، وآمل أن تبدأ المحاكمة قريبا في الجنائية الدولية بالتوازي مع المحاكمة في محكمة العدل الدولية التي ممكن أن تؤسس لمرحلة جديدة من عدم لمرحلة جديدة دولية لعدم الإفلات من العقاب لأي مجرم. طيب أستاذ طارق، ابقى معي لو سمحت. أستاذ أحمد فلسطين، بالعودة إليكم، إسرائيل تهدد بالتصعيد ضد ميليشيا حزب الله في حال عدم تجديد الاتفاق، يعني ما كيف نفهم هذا الأمر؟ يعني هل ذلك يعني أن المواجهات بين إسرائيل وحزب الله تتم وفق اتفاقات متفق عليها ومتفق على مداها ومتفق على محدوديتها وإمكانياتها؟ لا، يعني حتى لا نبالغ ولا أستطيع أن أفتي، ولكن هناك أصبحت يعني معادلة توازن معين بالرد والرد المعاكس وردات الفعل، يعني وأصبح يعني هناك شيء من يعني وكأنه أصبح لعبة ولها شروطها ولها كذا، ومن هنا يعني وهذا ما يحدث أيضا مع المقاومة الفلسطينية حتى يعني، ولذلك نرى مثلا قليلا سأنوه يعني مجرد دخول الجرافات إلى المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وتخليع الشوارع هي جزء من المعادلة أيضا، بأنه إذا زرعتم عبوات سأخرب كل الشوارع. وفي كل العراكات هذه العسكرية يمكن أن نتوصل إلى اتفاق ضمني خلال اللعبة، ولذلك ما تقوم به دولة الاحتلال اليوم من تهديدات أظنها هي عبارة عن التهديد وإيصال الرسائل والابتزاز واللعب على الشق السياسي اللبناني الداخلي من أجل ضغوطات على حزب الله وانتقاء ربما أو الوصول إلى النقطة الأضعف لدولة الاحتلال لتقوم بعملية معينة يمكن أن تفيد على القليل رأس حكومة الاحتلال للوصول إلى إنجاز ولو كان وهميا. لذلك
أظن أن ما يقوم به اليوم، ما تقوم به دولة الاحتلال، هو عبارة عن ابتزاز. هل هي أقرب إلى عملية الهروب إلى الأمام؟ هي ربما كما أقول دولة الاحتلال تتقن فن الابتزاز وتتقن فن التهديد والاستثمار بكل شيء وبكل حرف. ها هي بالتالي الاحتلال الإسرائيلي طبعا بطبيعة الحال هو محمي من قبل أمريكا ومدعوم من قبل أوروبا. يعني ما المطلوب اليوم مع اقتراب المحكمة الدولية، محكمة العدل الدولية، من إصدار قرارها بشأن الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا؟ أي مستقبل ستحمله هذه الحرب لأمريكا وأوروبا؟ يعني في هذا الشأن طبعا نحن ننتظر الحكم، وكيف ليس الحكم وإنما القرار اللحظي أو المؤقت الذي يجب عمليا أن يطالب دولة الاحتلال بوقف الجريمة الحالية من أجل الذهاب إلى محاكمة. نحن ننتظر هذا القرار لعله يأخذ يعني وزنا مهما ويعمل على أو يساعد أو يدعم مواقفنا نحن كداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني والمطالبين من أجل الضغط على الدول الأوروبية. فمثلا سنتسلح بمثل هذا القرار لمواجهة مثلا ما جرى بالأمس في البرلمان الأوروبي. سنقول لهم كيف تدافعون ما عن من يرتكب جرائم حرب بحكم محكمة العدل الدولية. هذا سيسلحنا جميعا وربما سيشكل ضغوطا وسيحرر من كان يقف على الحياد أو أخذ الوسطية، وبالتالي سيضغط على من دعم دولة الاحتلال. على المستوى الأوروبي هناك قادة أوروبيون دعموا دولة الاحتلال بشكل واضح وصريح. نحن عمليا اليوم ضمن بروسيجر قانوني سنذهب للمطالبة بمساءلة هؤلاء إما في الدائرة الداخلية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، وإذا تجاوزنا الحصانة فسنذهب إلى القانون الدولي. كيف لفوندر لاين مثلا أن تعبر عن دعمها الخالص لدولة الاحتلال؟ حينما نكون مسلحين بقرار من محكمة العدل الدولية سنذهب إلى هؤلاء ونقول لهم بأنكم أنتم اليوم خالفتم وأيضا تجاوزتم مسؤولياتكم القانونية كموقعين على اتفاقية جنيف الخاصة بجرائم الحرب، وتخليتم عن مسؤولية قانونية. شكرا يعني أستاذ أحمد، شكرا. اسمح لي فقط أن أنتقل بآخر سؤال للأستاذ طارق شندب. أستاذ طارق، يعني هل ترى بالفعل أن العدالة الدولية بدأت تأخذ مجراها الصحيح ووضعت على الإطار أو على الطريق الصحيحة التي بالتالي ستؤهل إلى انتهاء مرحلة الإفلات من العقاب؟ أتمنى ذلك، ولكن هذا الأمر يبدو بعيد جدا، وبالأخص يعني مع استمرار سكوت أو عدم قيام محكمة الجنايات الدولية بواجبها، والإفلات لكثير من المجرمين في العقاب، سواء الذين أجرموا بحق الشعب العراقي أو الذين أجرموا بحق الشعب السوري منذ عام 2003 أو حتى هذه اللحظة من قوات الاحتلال وغيرها. للأسف هناك الكثير وما يجري الآن في غزة. نحن بانتظار أن تبدأ الجنايات الدولية، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم تغيير النظام بأكمله. نظام المحكمة الجنائية الدولية يعطي الحصانة لكثير من المجرمين، كثير من الدول غير موقعة عليه. مجلس الأمن لديه سلطة قوية على محكمة الجنائية الدولية، وهذا أمر لا يجوز أن يكون هناك علاقة بين السياسة كمجلس أمن وبين القانون أو القضاء كمحكمة الجنائية الدولية. يجب تغيير نظام محكمة الجنائية الدولية، يجب إعطائه صلاحية أكبر، يجب فصله عن الأمم المتحدة أو عن تدخلات مجلس الأمن، يجب عدم إعطاء حصانة أو تأجيل أي محاكمة، يجب أن يكون دور المدعي العام أقوى وأوسع صلاحية، كذلك دور المحكمة. ولكن هذه الخطوات التي بدأت الآن كشفت للعالم أن العدالة الدولية بحاجة إلى تطوير أكثر، وعلى أمل الوصول إلى مرحلة لن يفلت بها أي مجرم من العقاب. شكرا جزيلا للأستاذ طارق شندب، الناشط في حقوق الإنسان والمحامي محامي القانون الدولي، لوجودك معنا. وشكرا أيضا أستاذ أحمد فراسيني، منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، كنت معنا من بروكسل. شكرا ضيوف الكرام.